السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24. تقبل الله صيامكم وقيامكم. دكتور أحمد الخديدي السفير السابق والكاتب الصحفي، ضيف المصامرة الرمضانية الثانية في حصاد 24. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حسين وبكل جمهور الزيتونة. مرحبا بك. لنعلق دكتور جملة من الأحداث، خلينا نبدو بجنوب أفريقيا تدعو لتأمين قوافل المساعدات إلى غزة بحماية عسكرية لضمان وصولها وكسر الحصار الإسرائيلي. استمرار جنوب أفريقيا بمواقفها المشرفة، خصوصا بعد أن تقدمت بقضية من دون سائر الدول العربية والإسلامية وسائر المتبجحين بحماية القضية والدفاع عن الفلسطينيين، تقدمها بقضية أمام العدل الدولية. لكم التعليق الدكتور. وهذه يا حسين مدرسة مانديلا، نيلسون مانديلا. الصبر في السجون 27 سنة بدون ما يسمع كلام المرجفين في المدينة اللي توا يتكلموا على غزة ويقولوا له سلم يا راجل، شنو الضحايا بكثرة 30,000 واش 30,000 وعملتوا عملة مش باهية؟ وهذا كلام، هذه مدرسة مانديلا، مدرسة الصبر والكفاح والجهاد ودفع الثمن. كيف الشعب الفيتنامي، كيف الشعب الأفغاني، كيف الشعب الجزائري جارنا، ما فماشي حرية واستقلال بدون ثمن. اللي يحكيوا عليهم توا هذا طوفان الأزرق استناوا 75 سنة وهم يموهوا عليهم بالسلام المغشوش، السلام المخدوع. هو مدريد، هو بعد أوسلو وبعد كامب ديفيد وزيدوا استناوا، والاخر قاعد يفرق في القطعتين الضفة والقطاع باش الدولة الفلسطينية تصبح مستحيلة. ولذا فما الهبة، هذه الهبة الرجولية اللي مراجعها إسلامية، يبدأ هما يقاوموا فينا باللاهوت، وإحنا لو كان نرجع إلى مراجعنا القرآنية قلت ها شو دخل الدين في السياسة. عجب والله عجب. هي الأحزاب اللي ناجحة توا في أوروبا هي المسيحي الاشتراكي، المسيحي الديمقراطي، والمسيحية الشعبوية عد تغلط. هذا هي اليمين متطرف اصلا، هو مسيطر على اوروبا يعني. نعم مسيطر على اوروبا في جميع تقريبا توا الخريطة الاوروبية الكل تحت اليمين المتطرف. نعم. والغريبة يا حسين اللي كان اليمين المتطرف ضد معناها انتيسيميت ضد اليهود اصبح يتضامن مع العنصرية اليهودية المتطرفة مع الاسف، مع نتنياهو ومع بن غفير والاخر هذاك شو اسمه هذاك الوزير الاخر. نعم انا صايح. وثم في الدوحه ضغوطات عربيه على المقاومه. نعم في الدوحه وانت تقيم هناك ضغوطات عربيه على المقاومه من اجل القبول ب الحد الادنى من التفاهمات مع الكيان الغاصب لاجراء هدنه. لا قطر موقفها واضح، هي قطر وسيطة خير في إنهاء الإبادة اللي بتواصل يوميا وإدخال المساعدات إلى شعب قاعد توا يموت بالجوع. هذا موقف قطر اللي رفضت العرض بتاع صفقة القرن اللي جابها لها كوشنير، هي الوحيدة تقريبا في وقتها عام 17 وتحملت ما تحملت من. نعم. ماذا عن المواقف المصرية؟ المصرية ما لا مناص من التعامل لإسرائيل وأمريكا مع مصر، لأن مصر هي القوة الكبيرة الديموغرافية والجغرافية المحيطة بقطاع غزة وبفلسطين بكلها. فيحاولوا، هو قال أنا ما غلقتش المعبر، قام بايدن قال لا هو غلق وأنا أقنعته باش يحل المعبر، وهات من هالمصايب هذه وتعويم الجنيه كيف كيف وبيع رأس الحكمة كيف كيف. هذا هو مصايب كبيرة. نعم. وباقي مواقف الدول العربية كيف تتبعها؟ موقف تونسي على وجه المثال. الموقف بتاعنا تسمع خطاب قيس سعيد في جامعة زيتونة، خطاب هات الملثم ولا خطاب السنوار، ولكن مباشرة بعد يتهنى هو وتهاني قد متهاني لبعضهم مثله هذاك اللي سبقه السيسي. يعني يبدأ أقوال الحماس والثورة وأفعال الذي حاصر القطاع وأغلق عليه حتى معابر التموين.
حاجة غريبة، هذه السكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا هي انفصام الشخصية، فما زوج عباد في عبد. هذا اللي عندنا توا في تونس، زوج عباد في عبد، شخصين في شخص، وفي المواقف الكل لو كنت تبداها من اللي تعرف هو شوية لتوا كيف كيف، الكلام في جهة والفعل في جهة مضادة أحيانا. نعم، ولا تغفر له كل مواقفه يعني الداعمة لتحرير الأرض من الماء إلى الماء كيقول. ما هو بالكلام، في بالكلام، لا هو الكلام صعيب سهل. قالت ميلوني، قالت يا ولادي ما أقرأ قراءة قراءة متأنية في الخطاب نتاع الرجل هذا، نعم. لأنها هي شعبوية للشعب، يعدي فيها للشعب. وكإلي كوهان قال نفس الشيء في على منابر، قال راهم يقول هكاك باش يطمن الشعب. وله علاش هذاك العميد السابق رئيس البرلمان شكب عليه؟ هاك تقودنا الخبر الثاني، هل أدار قيس سعيد ظهره لبودربالة جهة المغرب؟ أيوة. العميد بودربالة هو رئيس مجلس نواب السيد السعيد. المقال يتحدث عن ثم جفاء 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 طويل، ويقول لك آخر مكالمة ترجع إلى أكتوبر، وحسب المقالة تقول لك كونه يرجع إلى ذكر في الجلسة العامة وقت الأصر بودربالة، قال راهو جتني مكالمة، هو استشار سعيد وقال راهو القانون تجريم التطبيع وقتها كان مقترح باش يمر على الجلسة العامة، قال حسب ما حكيت مع السيد سعيد راهو أقنعني ولا وصل لكم الرسالة إلى أنه يضر بالمصالح الدولة التونسية. نعم يا حسين، وهز معاه زوج شهود. إذا كان جاهز نسمعوه ونعلقوا ونسمعوا حتى نفهم. سمحانا الدرة هذيك. درة. درة من الدرر القيسية. لست أدري إذا كان جاهز، يلا نسمع العميد بودربالة. أكد بالحرف الواحد واستسمحته في أن أنقل ما صرح به أن مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل. هذا هو موقف رئيس الجمهورية الذي صرح به بحضور النائبين الأستاذة سوسن مبروك والأستاذ أنور مرزوقي، ولذلك عهدت نفسي على أني أكون أمينا معكم، وأن ما يهمني هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ومصلحة هذا المجلس، ولكي نتحاشى إدخال البلاد في المجهول. وسأمر إلى ما تقترحونه، وكلنا مسؤولون عن مواقفنا. دكتور أحمد الخديدي، العميد بودربالة يعني هو حسب ما نقل عن السيد سعيد حتى لا تدخل البلاد في المجهول، فهو بحضور شكون عكا بالتليفون أعتقد المبروك هذه تابع حزب المسار سعود إيه بالتليفون، هم فسرش إيه، لكن ظاهر اتصال حسب هو موضوعيا هم كانوا أثناء لقاء جلسة عامة، وأعتقد خذوا راحة يعني خذوا فاصل زمني تاع راحة، ما يكون كان مكالمة هاتفية من أغرب الظن إيه، لكن هو سيد سعيد أسر له. هل تصور السيد العميد بودربالة أنه السيد سعيد شنو يحيي السنوار وقبل شنو تصوره قبل شنو كان يتصور باش يحكي؟ هذه عملية غاية في معناها وصلتنا إلى مهازل. هذا رئيس جمهورية
وهذا رئيس السلطة التشريعية اللي هي وظيفة ما عادتش سلطة، ويقع ما بيناتهم. هل نقولوا احنا باش نخفوها سوء تفاهم؟ لكن سوء تفاهم خطير. ربما قال له هو، قال له لا ردوا بالكم تصوتوا كذا، ولكن هذه بيني وبينك، مش تمشي انت تشهد علي زوج وتشكب علي في البرلمان وتقول راهو قال لي وقال لي، وهذه ضد مصلحة الدولة وضد السياسة الواحد، مصالح نعم. خارجية إلى آخره، وأصبحت خيانة عظمى. هي نشر هذا واللي حطه في الدستور أصبح هو الخيانة العظمى، مش التطبيع خيانة عظمى كما بدا يقول لنا وأقنع برشا من الشعب التونسي. هذه هي الجعجعة، قابلتها جعجعة من طرف بودربالة. حسب المقال سحب منه سيارة المرشيدس خفيفة، هو يسمى جاته خفيفة الآن، مش يعطيه بسكليت، مش يولي يهز بسكليت من قدام برضه ويروح حتى يقلق، ولا تو ينحيه هو، صعبت عليه هو قيس سعيد باش ينحيه، ينحي اللي يحب ويحط اللي يحب يا راجل، مش مشكلة. أما تو هي بدالو بالمرسيدس راني اختيوة اختيوة، افهم روحك. هو ما نعرفش عنده مشكلة خاصة هو، مشتين باش يروح بها تو، ولا يروحوا به النواب، ولا الله أعلم، مش يقع هذا الحص. هو رغم تلك الشهادة التاريخية وثق عليه الزوز، وثم إيه؟ بعض الناس يقولك لا العميد بودربالة مش صحيح، يعني جتهم قوية ربما أنه تصريح هذا يعاكس أو معناتها ضد تصريحات سعيد لما يقول أنا مع تحرير الأرض من الماء إلى الماء، يجيه موقف اللي مستأمنه على المسار وعلى مجلس نواب الشعب يفضح حقيقة موقف سعيد، رد بالك وتهزنا المجهول ويمس مصالح الدولة العليا. هو الشعار المفتاح نتاعو من اللي بداه هو التطبيع خيانة عظمى. الناس الكل سمعتها في جميع المنابر، قال وعودها في البلاتوات، وعودها كمرشح للرئاسة، وعودها وهو في الرئاسة. هذه كلمة ذهبية بالنسبة ليه، تاج على راسه. طيب تو أصبح بتصريح بودربالة بالا وبخضوع جميع النواب وسحب المشروع فيهم، بعضها قاعدوا يتكلموا مش عاجبهم كذا، ما حتى شيء، دوي يعمل لهم قضايا وينحيهم البرلمان، بات الفصل ما نعرفش شنو، فحاطط فصل وينحي اللي يحب ويحط اللي يحب، سحب الوكالة. ايوه سحب الوكالة من صاحب الوكالة. هذه تعتبر من التطبيع خيانة عظمى إلى وضح في الدستور خيانة عظمى، معناها من الضد للضد. ردوا بالكم تمشيوش، معناها تجيوا ضد إرادة اليمين المتطرف الإبادي الإسرائيلي، والأخرى زادة اللي كلم طارق لدب قال له ما تصوتش، هذه راه فيها اعتراف بإسرائيل، لا فيها الاعتراف لحتى شيء، الناس الكل متفقة على النص ذاك اللي ما فيه شيء، جلسة الأمم المتحدة. نعم، قال المعونات والتغذية، قالوا لا صوت على خاطر احنا ما نعترفوش بإسرائيل، لو كان صوتوا دون وليوا نعترفوا بإسرائيل. هذه والله في الأعراف الدبلوماسية والناس اللي قبل، فما حد. نعم، هذا لغة من الألغاز تقعد بين قيس وطرق لدب اللي هو والله سفير ممتاز، عرفته وانا كي كان سفير في عمان، وراجل معناه دبلوماسي متمرس، اما راه هو بيته مسكين يعاني زاد. نعم، هو بالاضافه الى ان نتحدث عن مقال صحفي، مش نقول هل ادار قيس سعيد ظهره لبودربالة، يقول المقال الى انه رغم بالاضافه الى سحب السياره المرسيدس هذه، ثم عديد مقترحات وظيفيه داخل المجلس مجمدها سعيد ما وافقش عليها. إيه لا، إذا كان يبدأ هكا كسر العظام بينه وبين اتحاد الشغل من جهة، وبينه وبين بودربالة، نعم ختمة يا بن عروس كما يقول المثل التونسي. ولا الحقيقة قيس سعيد عزل نفسه عزلة ما صارتش في تاريخ تونس، أنه يعادي جميع الأسلاك وجميع الطبقات الاجتماعية، من رجال الأعمال إلى اللي كانوا في المناولة، إلى الشباب اللي نحالوا قانون 38،
ولا 38 38 38 ما خلى حتى صاحب ما خلى حتى هو حبيب. القانون 38 سي دكتور خديدي عنده 4 سنين الان وقتها وعدهم قالوا لهم اللي عملوا القانون هذا يعني يخدموا في مصالح سياسيه حقيقه ما عندهمش القدره باش يخدموك. اما قالوا لهم وقتها وعدهم اللي هو عنده البديل تو بعد 4 سنين زعما لازم يستنوا شوي يا جماعه. هو هذه البديل هي الشركات الاهليه اللي عمل لها بعد عمل لها وزير وهي مش موجوده. وزاره وقال البنوك مولوها وصلح الجزائر تو ما جاش ناتوا عليه لانه عين لجنه جديده بطبيعتها لانه صلح الجزائر التمويل نتاعو يمشي في جزء منه للشركات الاهليه، الشركات الاهليه اللي وعد بها الطلبه والخريجين اللي كانوا مسجلين في قانون 38 وكان ممضى عليه مجلس النواب كان ينتظر فقط امضاء خربيشه ليليه حتى في المدرسه نتاع الليل هو السيد سعيد كل قراراته في الليل. قال لهم لا تخربيشه لا ما توجي قرارات تو تجي الانجازات الحقيقيه. ما صار شيء بعد 4 سنين. هم يستناوا الناس كل تستنى في القرارات وفي المشاريع الكبرى اللي وعد بها وفي التي جي في وفي المدينه الطبيه وفي غيرها من الاحلام والاوهام اللي الشعب ما شاف منها شيء. اوهام قال راهو المحتكرين هنا حطيناهم في السجون وتبعناهم وعندنا الفرق قاعده تتبع وتشد فيهم هاودهم الغدوة تلقار الخبز والسكر والزيت والسميد وصيدليات تتملى بالاكل 750 صنف من الادويه مش موجوده بما فيها دواء السكر الخطير. وحتى الخيط اللي خيطوا به الجروح في السبيطارات ما فماش خيط الجلد هذاك. عندنا شهادات يا دكتور شهادات اسمح لي شهادات والله تجينا في كل مره وتحمل مسؤوليتنا وعندنا حتى مراسلات في اكثر من بلديه يمشوا بالشعب متعلق بالامضاء ما يعملوا لهمش يقولوا ما عندناش شكل الملفات والكراسه هذيك ما عندناش ملف شو يعملوا فيك امضاء على شو يسموا فيه هو تعريب الامضاء ولا شهاده مطابقه للاصل ما عندهمش. وفي بعض البلديات ثم محامي كاتب على صفحه رسميه صفحه فيسبوك في باب الاقواس ما فهمش مضمون مشوا العمران في تونس العمران ما ثمش مشكلة في الورق يا سيدي. كل شيء فيه مشكلة، كل شيء فيه أزمة، كل شيء ناقص. هو مش لاهي بهذا، هو يمشي للجامع صاحب الطابع ويشدك الضراب وذاك اللي مستانس يطلع ذاك بالإعلان الإفطار في رمضان ويهزه في يده هكا يوريه يا ودي مش خدمتك يا ودي مش خدمتك هذيك خدمة جمعية صيانة المدينة تتلهب الأمور هذا هذه انت وفر المعيشة للمواطن ووفر الحقوق ووفر الحريات وقول لنا يا مدام جفال كيفاش الأربعة إرهابيين هربوا وشديتوهم بعد 24 ساعة التوى التونسي ما يعرف حتى شيء في مصر خطيرة هم أمنه التوى ما يعرفش وما ومش باش يعرف شيء من هالعالم الغامض هذا بيت غرف غرف مظلمة وزادها الوضع هذا الحالي ظلاما ما عادش يعرف شيء. المهم الشعب التونسي يفكر في مستقبله وفي وليداته اللي ما يلزمش يهاجروا وما يلزمش يحرقوا وتونس راهي تعيش 20 مليون تونس فيها كفاءات وامكانيات كبيره. تونس المهم من يدير الدوله ويرجع الثقه للمستثمرين ويجيب الفلوس اللي ما نجمش هو يجيبها من اي مكان. السيسي السيسي مهما كان مشى باع ذيكا راس الحكمة اللي هي قطعة منتجع كبير من وقت الملك فؤاد. نعم. أعطوه 20 مليار أبدأ شديده ب 20 مليار مش مليار و 900 مليون اللي طلبه 20 ألف مليار 20 ألف مليار نعم 20 ألف مليار 20 ألف مليار هي لكن انت عاوز سعيد سامحني وطني تحب سعيد يبيع الأرض حتى انت كيف لا حشاها ما دو يضطر لا وقال السيادة فوق الكل السيادة خط أحمر وابعدوا على سيادتنا ما تقربوش السيادة ولكن هو في ظنه اللي السيادة التونسية والوطنية والطهورية والنظافة ما يمثلها إلا هو أما هل نتكلم كلام نظن استقبلوا وزراء ومسؤولين أمنيين وكذا
قالوا له ردوا بالكم لو فما شكون ناوي ماشي يترشح باش يتسلل للدوله وهو ولاء لجهات اجنبيه. وبالله تتصورش هيك دكتور. تعليقات في الفيسبوك مباشرة يقول لك طارق ردب كيفاش يكون ممتاز؟ قالك هذا كان مبعوث بن علي إسرائيل صحيح؟ إيه هذيك خدمته إسرائيل مش إسرائيل ولا لا في التشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية وقتها. الدول العربية بعثت وعملت حتى مكاتب تجارية في بلدان. هو سامحني كيفاش السيد سعيد يحكي بتحليل الأرض الأرض ومعين طارق ردب سامحته؟ ايوه ما يعين اللي يحب هو. مش هذه المشكله، المشكله في سوء القرارات، سوء التقدير في اي قرار ياخذه قيس سعيد. القرارات اللي نشوفها كوارث، ما ليش قرار واحد ينفع البلاد. يعني يتناقض اذا كان شخص يمن بتحرير الارض من الماء الى الماء ما يعين الشخص سابق فهو ضد العشريه السوداء باهي، والقبل السوداء كانت نيره من اصل فيه ما عينش مبعوث بن علي سابقا. فيما يتعلق بالحريات المشاهدين يقولون كونه ثم عسكري متقاعد اسمه الازهر ابراهيم تم سجنه بسبب تدوينه هذه الايامات هذه وثم واحد من الكهف 7 سنوات غضون ان شاء الله مش يكون معنا المحامي بتاعه كذلك عايز تدوينه 7 سنوات في المحكمه العسكريه. عبد المنعم الحفيظي نفس الشيء. نعم هذا هو تقريبا عبد المنعم الحفيظي. يمكن هذا في قفصه. لا هذا في الكاف، في الكاف هذا 7 سنوات سجن غضون ان شاء الله مش يكون معنا المحامي بتاعه. نوع كل ولايه ذات حظها من السجون والقمع. مع الاسف والله مع الاسف ان ما زلنا تو بعد 60 65 سنه استقلال واحنا نفكروا في المهازل هذه. ولكن معقول بعد 4 سنين سعيد مازال عين واحد ينح واحد حط منه زيد منه اليوم عمل تحرير وزاري؟ قول لي هل انه بالفعل الناس اللي عينهم ما كانوش في مستوى المسؤوليه وبالتالي ما يكبر عليه حد ويغيره، ولا بعد قرابه 5 سنوات من نهايه العلم بتاعه ما زال يجرب في التوانسه نحى وزير حط وزير؟ ها قرر رئيس الجمهوريه قيس سعيد اليوم هذا الثلاثاء 12 مارس انهاء مهام السيد ربيع المجيدي هذا وزير النقل. هو على فكره مشى نشوف الصور مشى فاك شو اسمه احنا نقولوا ديبوزفيل هكا ديبوزفيل هكا ديبوزفيل هكا ديبوزفيلي هو مشى لها سابقا ومشى لها اليوم وكان خرده ودونك نحاه وعين شكون عين في بلاصته وزير شكون تكليف السيده ساره الزنزري والزعفراني وزير التجهيز والاسكان تسير وزاره النقل. ايوه وتكليف السيده ساره الزنزري والزعفراني وزير التجهيز والاسكان نفس الشيء شردك احمد بن صالح هي اللي وزاره التجهيز وزيد حطها وزاره النقل وانهاء مهام السيد هكا وزير النقل نحاه وانهاء مهام السيد حياه قطاط القرمازي. ايوه تعرف السيد القرمازي وزاره الشؤون الثقافيه انهى مهامها. نحاول نوقف الصوت. وعين سيمونسوف بوكثير وزير التعليم العالي تحتها وزاره الثقافه. نعم اي شنو كيفاش تقرا التعيينات دكتور؟ هو انا نقرا اكثر من هذا. حكايه انه اتهم الناس كل بالولاء للخارج. انا نسال مجرد سؤال. انت وقت اللي اعتبرت رئيس البوليزاريو رئيس دوله وعملت له علم وعملت له سجاد احمر ما تأرضيت جهه اجنبيه اللي هي الجزائر. وكي عملت حكومه فتحي لاغا في البلاس في جهه المرسى وقمرت مش أرضيت جهة أجنبية اللي هي حفتر وكثيرة من المواقف لإرضاها البراني. وكي سميت الاستعمار سميته حماية. نعم وبشت أكتاف مستعمرنا القديم مش ولاء لجهة أجنبية زادة ولإرضاها. الولاءات هذه الولاءات هذه أنت تتهم بها، أنت تتهم بها الناس كل على بعض الكل عندنا موالات للخارج وموالات للي ماشي يدعمونا وكذا وما عندناش ولاء للوطن. يا رجل استحي من فضلك. الناس اللي حطتهم في الحبوسات ولا اللي تقمع فيهم نعم تسجن فيهم وتهين فيهم وتسب فيهم النهار الكل عندهم ماضي وعندهم سجون وراهم ومنافي وملاحقات في انتربول
وفيهم اللي قضى 17 و18 سنة في سجون. وقت اللي أنت كنت خارج اللعبة لا السياسية ولا الثقافية ولا حتى شيء، ما عدا شوية نشاط في شعبة المنار ولا منار شوين، نعم وهذه هي والقاوي والكريستال. إيه عاد ما تجيش أنت تسب الآخرين، وعلى الأقل تعامل معاهم وكبر بيهم لو يحترموك. أنت تحكي عن الاجتماع الأمني دكتور، أظن نذكروه. الاجتماع اللي قال فيه فما ولاءات بكلها للخارج. دعا رئيس الجمهورية لمحاسبة، اسمح لي، كل ما يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أيوة. أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار، وبين أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخول. هو الاجتماع سمحني لإطار مع أمنين ويحكي على التخابر، ألا يبدو أنه الأصل فيه يكون عنده ملفات، وإلا هو يحذر وبرا؟ ما هو يقول لك هو هاني نقول لك هكذا، وكل واحد يعيش في الخارج مع دولة ولا في ولا معتني بجمعيات مولة نعم. ربما من جهات أجنبية، يولي خاف، يولي خاف وما يخاف حد الحقيقة، ما يخاف حد. ما قيس سعيد باش يخوفنا هو كشخص مش كدولة، فماش دولة، فماش دولة، الدولة دمرها، والمؤامرة الوحيدة الموجودة ما كل 14 مؤامرة هي مؤامرته هو ضد الدولة، كسر لها كريمها ونحى كل المؤسسات المنتخبة. أنا نقول ديمقراطية هشة وضعيفة خير من استبداد قوي، لأن الديمقراطية تنظف روحها أوتوني تويونت وتفرز لله الصحيح في الأخير. نعم، حتى ولو فيها الأخطاء هذيك بتاع العشريت الانتقال الديمقراطي وغيرها اللي فعلا فشل في كثير من المجالات، ولكنها مهما كان مهدت الشعب إلى الكلمة الحرة وإلى الانتخابات الحرة. أخطأ أو أصاب الشعب هذا كبيناته هو يتحمل نعم. مسؤوليته. فهذا رأي اجتماعات أمنية باش تخوف الناس ولا تتفجع منك الناس، كل واحد يشم فيه ريحة أنه مش يترشح يعمل له مشكلة، يعمل له قضية. هكذا باش تربطنا بمقالة، ولكن قبل ذلك أنت حكيت لي على حكينا على في الكاف المحكمة العسكرية. السادة المشاهدين مشكورين في تدويناتهم، يقولوا لي هو اسمه لحليمي نصر الدين حليمي أصيل تبرقة، هو الذي سجن 7 سنوات في المحكمة العسكرية بالكاف. مشكورة العقيدة. نعم يظن لي العقيدة حسين في الجيش سجين الكاف نصر الدين حليمي. لا هو نصور مصورش عقيد. أكل غضوة إن شاء الله بشكون معنا المحاميه الأستاذ في المباشر في حصاد 24. هك ربطنا بمقالة للكاتب والإعلامي التونسي كليشان، تونس في القدس العربي، تونس إياك أن تترشح للرئاسيات، تونس إياك أن تترشح للرئاسيات. والحكم في بالنسبة للحليمي مدني مش عسكري يا دكتور. أيوة، من علاش يحاكموا فيه في محكمة عسكرية؟ هذاك المشكلة وين. شكرا سي حسام، يعطيك الصحة، سعيدية لأنك على التوضيحات، ومشكور سادة المشاهدين أنه يكونوا ملمين يعطيهم الصحة، ملمين سادة المشاهدين بتفاصيل التفاصيل. الحرية المعتقل نصر الدين حليمي خالد عز الديني. طيب إياك أن تترشح الرئاسيات، هذا توا قالك العنوان الأبرز. إذا كان تحب واحد ولد حلال وتحبه وتعرف تعمل معه حاجة باهية اجى في الليل ولا حتى على الحيط بتاع داره وراه مترشح الرئاسيات. ينافس في من يعتبر روحه عنده رسالة ربانية ورسالة من الله، ويقول أنا ما يحاسبني إلا الله والتاريخ، حتى الشعب يجي في مرحلة ثالثة والشعب يقول والشعب يحاسب. ونظن هذه المعادلة مقلوبة، لأن الشعب هو اللي مش يحاسب، وبعدها ربما التاريخ، وبعدها طبعا حساب الله، لأن فما سنن في التاريخ، فما سنن. إحنا تونس من وقت ابن خلدون، هو 6 قرون يا حسين. نعم، ابن خلدون في المقدمة يقول أن العمران اللي تو نسميه إحنا تنمية اقتصادية وإنتاج وكل ما هو تطور اقتصادي واجتماعي، العمران لن يكون مع الطغيان، يستحيل. هذا ابن خلدون في المقدمة.
وتاريخنا الكل يثبت هذا من وقت حنا بعل إلى الإمام سحنون رائد استقلال القضاء. نعم. سحنون سعيد التنوخي. التاريخ تونس تاريخ يرفع الرأس في هبات الشعب التونسي من أجل حريته وحقوقه. رأوا اللي يتقدم للشعب التونسي مات كما اللي يتقدم للبركان مات لأنه يدخن شوية وبرا. هو كل بركان حي من داخله. حتى وإن خمد. الرماد اللهيب كما قال شاعر إرادة الحياة أبو القاسم الشابي. نعم. هذا يا كل من يطبق التعليمات ويخالف القانون ويظلم الناس راه نهاره جاي في تونس وفي خارج تونس يولي ملاحق كما القوائم اللي وقع أعدادها سنأتي عليه. نعم. يعني المناخ حتى المناخ الناس تحكي انتخابات في حد أدنى يجب يكون تاع انتخابات ديمقراطية وضع السياسي الآن إلا حد الآن مريتش حتى بادرة ولا حتى مبادرة تدل على أن الراجل مش يعمل انتخابات نزيهة وشفافة وفيها هو ساعة يطلق صراحة المساجين الناس الكل متفق على أن ما ينجموا يدخلوا معاه في منافسة طبيعية وهذا استحقاق طبيعي استحقاق وما نخليهوش يفلت عام 24 يكفي كفاية كما قالوا خيانا المصريين على اللي مشى واللي جاء توا كفاية ما ليش حتى مبادرة أطلق صراح الناس اللي ظلمته ولا تفضل في ظرف أسبوعين عديهم على المحاكمة علنية وقول لنا شنية تهم وشنية الحجج اللي عندك ما فهم شيء لا غازي الشواشي ولا عصام الشابي ولا مبارك ولا كلهم واللي خلطوا عليهم زاد بعد علي العريض والبحيري وغيره علي العريض قبلهم نعم الغنوشي والبحيري بعد علي العريض سبقهم أعتقد نعم سبقهم نعم ظن فما اللي فيه العام يا حسين ماذا هناك سمحني؟ أتم العام العام أتم العام أكثر من عام سنة. نعم أتم السنة وبدأ سنة جديدة نعم. في السجن بدون محاكمة مجموعة الستة هذكم كملوا العام هم السيد العريض كملوا العام كملوا العام نعم. لا حول ولا هو وعلي اللافي زميلنا الإعلامي أتم العام كلها سب والله هذاك علي اللافي ما دفعتش عليا كنقابة الصحفيين بالكل علي الإعلامي تسمى ختم الواحد ربي يفرج كرب علي اللافي مفقه يحوز أوراق يحطوا له قضية ايوه حطوا له وليش نعنوا بهم احنا يكتب دكتور نعم يكتب ايش نعنوا بهم احنا انا اكتب اذا كان واحد عنده كتب يعنوا له قضية ايش نعنوا بهم يكتب احنا يكتب ايه كيف اللي عمل كتاب بتاع فرانكنشتاين كيف باللول لموه وبعد تحت الضغط سيبوه شيء ما عيسى تحت الضغط سيبوها ثم صحافي أخيرا هذا تخليفة خليفة جاسمي نعم خليفة أيوة تحت الضغط يسيب ما دام فماشي ضغط وهنو توا النقابيين توا شفنا الطبوب يحمر عينيه والله أعلم هم ربما خايفين عندهم قضايا نعم. وعندهم كل اقتطاع الآلي وعندهم سيارات الأودي مشكلة كبيرة إذا يكون حاميها حرمه تم تأجيل ندوة الصحفيين الإعلان عن تأسيس رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي اللي كانت مبرمجة اليوم 12 مارس اليوم 12 مارس أجزوها لموعد لاحق علاش؟ لأنهم حزوا نزل في آخر لحظة رجعنا الدكتور كما تعرف لكن في آخر لحظة يجيك نزل يقول خويا عايش خويا راه عندي وليديات يوكل فيه إيه سياسة نوفمبر هذه نفس الشيء كما فعلوا مع اتحاد عام تونس الشغل في دار الثقافة بن رشيق أنا بن رشيق إيه شنو هذا مناخ تاع ديمقراطية وحرية هذا تصور نسأل سؤال دكتور نحية رجل نسأل سؤال هل تتصور اليوم اللي فرض على الإدارة مرفق عام دار الثقافة بن رشيق وإلا نزل ما يخليهمش هل يسمح بحد أدنى أنت انتخابات يستحيل ولا حتى الوطنية واحد والوطنية اثنين كيف
محاجرة الوطنية واحد، واثنين محاجرة على المعارضين، بل ربما مخصصة للصادقين الثابتين. يجيبوا لها الصادقين الثابتين اللي يخدموا هو. فهي من قناة عمومية تحولت إلى قناة حكومية، وتوا قناة قيسية فيها إلا هو والخطب نتاعو، ويعاودوها ويعاودوها، يقول لهم باهي هذه عاودوها، يستمر هو يتلذذ. نقابة الصحفيين واتحاد الشغل سبقا وصفوها ببوق السلطة. إيه؟ لا بوق سعيد، أنا هي السلطة. سعيد. بوق سعيد، ما فماش سلطة. هو الحبيب وعجيلة مسمي سعيد الدولة والنظام، وعودة قداش من مرة، أنا مانيش موافق أنت في الحبيب. شي الدولة وش هي؟ مش الدولة، هو كشخص فرد. أنت تسب وتدخل دولة ولا نظام، ماهوش لا نظام لا دولة، هو شخص. قال أنا وحدي وما نشاور حد وما نسلم السلطة إلا اللي أنا نعتبره وطني. نهار اللي جيت تسليم السلطة اللي مش يقره هو. ما يقره حد معاه، حتى دستوره ما قروش. و25 الجويلية قال اتخذت قرار بيني وبين ربي. كيفاش يتناجى هو ربي؟ حكم تيقراطي. لا مش معقول يا رجل. هذا بعد الرسول، ما فماش نبي آخر، لا نبي بعدي. عاش كيفاش هذا؟ وربي سبحانه يقول يوم على يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها في القرآن. نعم. اللي هو يغيره ساعات سبع بقرات يردهم تسعة، وقل الحق ولو على نفسك ذيك يردها آية وقد صدق الله العظيم. ما يعترفش حتى نص القرآن ما يعترفش به، يحب ماذا به يعمل قرآن آخر. هذا المرض هذا مرض بيه لو الدافي قبل، احنا عانينا منه 43 سنة في تونس بل الشطحات هكا. لا سعيد هو انسى مش غير عيات، هو ينسى وبرا ينسى. سبعة ينسى تسعة بقرات خطاب مكتوب يا راجل، وراجعه هو وراجعه هولو يغلط في القرآن مرسول. هذا المستشار متاعه يحمد ربي، المستشار يحمد سبعة ردهم تسعة بقرات. قلت بزيد فقط هو ما عندوش مستشار الحقيقة، ما عندوش مستشارين، هو سعيد لا يؤمن بالمستشارين. هو كي ما يردش الصلوات ما يزيدش الصلوات ونقص الصلوات يسمى به إلا به كي ما بدلش على الأركان الخمسة. ما زلنا في الأمل. هاي شي تسمية أعضاء لجنة جديدة دكتور، خلينا مش نقدم الأخبار. تسمية أعضاء لجنة وطنية للصلح الجزائري. إي ما هو في الأول كانت مرسوم وتو حولناها القانون. الأولين استشهوروا في المرسوم اللي حطوا أنهم عندهم فقط تمديد لفترة واحدة، ومددوا الفترة الأولى وللأسف ما جابوش حد شيء. أنا سمعوه شو يحكي، ذكرنا قبل كي يحكي عن مليارات المليارات. هون اليوم في التنصيب متاع اللجنة الجديدة متاع الصلح الجزائي متاعك الناس في الحبس له. الفرق ما بين اللجنة الأولى واللجنة هذه، في اللجنة الأولى كانوا جماعة البرة وكانوا طابعين برشا جي فلوس، وقتها قالوا رأوا سيد رئيس برشا مليارات المليارات بليون قلش. وقتها قال الفلوس هذه تخلينا معاش نفكروا في معناتها في التدائل، وبالطبيعة غروا به وغروا به. هاللجنة هذه نسمع سيد سعيد كيفاش حكى على الملايين كيفاش انقلبت، نسمعوا اليوم هذا. مليارات المليارات وليس لا أبالغ، تعرف العدد الكبير من المليارات، وثم تحولت للأسف بالنسبة إلى البعض كان سوق للمزاد. هذه 700 دينار جاء الملف قدامكم 700 دينار، نعم 30,000 دينار، 30,000 دينار ما تجيب شيء حتى سيارة شعبية، هو مطالب بعشرات المليارات. نعم سيد الرئيس، يرجع أموال الشعب ما تسبحوش مع أي إمكان، ويكفي من الممارسات اللي تمت، وهذه بلغهم فرصتهم الأخيرة. هذا نحن نريد العدل، لا نريد التشفي في أي إمكان، في أن يبقى في السجن، ولكن لا نريد أن تبقى أموال الشعب في أيدي الذين اختلسوها سواء في الداخل أو في الخارج. إن شاء الله موافقين وسامي في العمل بصراحة، وتوكلوا على الله ان الله يحب المتوكلين. دكتور احمد الخديدي، عندما يصرح سعيد بعظمه لسانه قال مليارات، وحكينا قبلنا مليارات المليارات حاولت
قال 700 دينار و 30 ألف دينار. لماذا لا يقرر سعيد في ندوة صحفية بفشل مشروع الصلح الجزائي وكان مرسوم كامل، ويصارح التونسيين بأن المليارات الموعودة، لماذا؟ لأن المليارات هذه مبرمجة ماشية للشركات الأهلية، ثم ناس تستنى، ثم ناس ربما بني أحلام. لماذا لا يصارح التونسيين وهو على باب محطة انتخابية؟ يصارح التوانس أنه مشروع راه في شلة ذاك. لا، هي الجملة اللي حشتوا بها باش يقولها في الجماعة مساكن مرعوبين وخايفين، وهو قال ربي يحبنا والمتوكلين توكلوا على الله، هما خايفين كلهم يرقصوا قدامه وحتى واحد ما يتكلم. هو الجملة اللي حشتوا بها أن هي فلوس الشعب يلزم ترجع للشعب، وعودها مرتين يلزم نعم. فلوس الشعب ترجع للشعب. والغريب أن فما جزء من المواطنين يقتنعوا بهذا، يقول هاو مش يجيب لنا فلوس الشعب اللي هزوها هاللوباش والسراق والفاسدين اللي بيقوسين ما شد منهم حد وما حط حد في الحبس. فما بنوك حلها باش ما عاش طالب المستحقات متاحه وبالديون اللي أعطاته. هذه هي هو حشته بك الجملة هذه تجمع هذاك، وهو بيده نفسه توكل على الله وقالها. قال فلوس الشعب يجب ترجع للشعب، والشعب هو السيادة، والسيادة ما فما كل الشعب. هكذا الأربع كلمات هذوك اللي قاعد يعود فيهم، والله فما ناس يقولك ما شاء الله علي ما شاء الله علي، هاي السيادة وهاي القوة بتاع الراجل سيادة صحيح. إيه اللي عند الفلوس يخرج من الحبس، والزوالي ما يخرجش. لا، الزوالي باش ماشي يفدي روحه، وكما أبو فراس الحبداني، أبو فراس الحمداني اللي شدوه في حبس الروم، حبس الروم نعم. ذاك بتاع أراك عصية الدمع شيء ما تتصبره. نعم أبو فراس نعم. إيه ولا غنتهم كلثوم. أيوة غنتهم كلثوم أيوة. وهل فتى مثلي على حاله نكر. قال لها راني أنا من محبيك، قالت له شكون هما فهم وكثروا. الله يرحمه أبو فراس الحمداني. نعم. نفس السيادة بتاع قيس سعيد تو. هو الشعب يحب شكون مواطن في الحبس، يحب شكون يفديه ويعاون باش يخرج من هالورطة. انت تعرف قداش من واحد مشدود في حكاية النفقة وفي حكاية الشيكات بلاش رصيد، هو وعد قال دو نصلح، فما شيء. الناس هاربة من الزواج لان قانون الاحوال الكارثية والعياذ بالله المجلة ما تحولتش، رغم ظهور اثار سلبية عجيبة هلكت المرأة. لكن الصلح الجزائي يا دكتور، تو انت نعم. عندك عامين ونص صلح الجزائي، انت مش تبني في بيت دار عمارة محضر السيناج، انت اساس مشروعك السياسي والاقتصادي بنيه على الشركات الاهلية. شنو الممول متاعها؟ هو الصلح الجزائي. قلت لنا 14 ألف مليار في الاول، وتو نجيبهم في الاخر. عملت لجنة بقوة عام ما جابوا حد شيء، اجماع كنت مسخن به مكتافة كان في الحبوسات، قالوا شدوا الحبس وما دفعوش. الا يعني هذا فشل تام؟ شو ماذا بعدها؟ انت تعرف حمله انتخابيه، شو بعد هذا فشل من بين الفشلات، لانه هو فشل في كل شيء قرره بدون مخطط وبدون استشاره وبدون حريه راي، بدون جلب كفاءات كما كان بن علي قبل. صحيح كان يستبد، لكن كان يدور نفسه بكفاءات تسير البلاد ويعرفوا يحكموا. ولذلك الشعب التونسي مفقد شيء في عهد الزين، وكذلك مفقد شيء في العشر سنوات بما فيهم من أخطاء. نعم، هذه أمور ما تعطش هو به، هو كمل هكاك يختار وحده العباد كما اختار رئيس الحكومة هذاك اللي ورانا شي نجم يعمل قدام جابرييل أتال، ورانا شي نجم يعمل في لقائه في الجزائر عزيزي. طيب يختار العاجز أخوه، والجاهد بتسيير الدولة أخوه، فكيفاش تحبوا ينجح؟ فأنا مشروع مش ينجح، وما ينجح حتى مشروع دولة سهل التسيير متاعها، هي معتمدية ما تنجمش تسيرها بدون ما تستشير وبدون ما تلم الناس وبدون ما تأخذ بخاطر الناس وبدون ما ترضي اللي يستحق الترضية وتعاقب اللي يستحق العقاب وتردع. معتمدية ولا حتى عمادة، شو جمهورية وما أدراك.
جمهورية اللي كان فيها دكتور حديث السيد سعيد اليوم شاه، وقلنا مشينا لديبوزفيل بتاع سمى فيها الدب، وهذا بتاع الترينات بتاع شركة السكك الحديدية، تكف تكون في الشهر الأول وفي الشهر الثاني والثالث وتكتشف الفساد، يقول في العام الأول، والله يقولوا يعطي الصحة السلطة الجديدة اكتشفت مواطن خلل وهي عازم على إصلاح. كيف تجي سمحني في ربع ساعة الأخرانة معهد الانتخابية متاعك في نهاية الخمس سنوات وتجي الآن تحكي على، وذكر الجمهورية عدد أمثل عن الفساد الذي عرفه هذا القطاع منذ عقود من بينها السكة الحديدية، وبدأ يحكي وحكي على الفساد وأقال وزير النقل. شكون عين وزير النقل؟ ما كنت عينته إيه شكون كلهم به السلطة كلهم أدوات تنفيذية. إذا كان وزير عينته لم ينجح في إصلاح الخلل هذاك، ما الأصل فيه؟ أنت تحاسب. علاش كل شيء مصحوف الوزراء؟ لا، المسؤول هو يعترف أنه هو الوحيد المسؤول، وما يشارته حد في المسؤولية ولا في اتخاذ القرار ولا في كتابة الدستور ولا في إصدار المراسيم ولا في امتلاك مفتاح الحبس. عنده هو يحل الحبس و تو عمل إقالات أعتقد 12 وزير أو أكثر من شد إيه شكون مسؤول؟ المستشار تقريبا مشى وجاد هرب وكيف أكثر. هي دونك ما عندكش، معناتها ثم يا إما مشكلة سمحني تو تقول ثم خلل في الوزير، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما كتعين 12 13 وزير وتعزلهم بتهمة الفساد وثم شكون تآمر تعرف مدير الديوان فيها بداخل جلب دولية، مع الأصل فيه لازم تعترف التوانسة تونس دورها ثم مشكلة بتاع تعيينات ما يعرفش تونس اللي كان اعطينا حسنية مثلا افترضوا السيد عبد السعيد. إيه هذا سؤال ولا مش سؤال؟ سؤال جوهري وهو مواصل، هو غايته مش هذا، مش يبدل ينحي راس صل ويحط راسهم، لا هو النية الوحيدة توا يباد ويصبح باش يكمل خمس سنين أخرين وربما ما أكثر من خمس سنين، هو يعمل في كل شيء من أجل أن يواصل بعد 24 وتصبح 30 و35، هو يعني يعملوا له في مشاريع يقولوا له هذه بتاع عام 35 مش تولي تونس كذا وكذا وكذا. نعم. كاين اللي ولينا مع ليلى عبد اللطيف ما عادش مع فكر يخطط وناس تسير الدولة. ريان بن موسى يقول لك 100 دينار اليوم ما عادش تعبي لك قفة نتاع خضرة مقابل أجور مجمدة وزيادة في جانبي ببعض الدنانير لا تسمن ولا تغني من جوع. ريان بن موسى في تعليقات على المباشر الآن. قالوا في الميكرو تروتوار بعض قنوات تتجرى وتخرج للأسواق تسأل للناس برا وشوفوا، قالوا في التيك توك مليانة بيهم يا حسين. نعم. امرأة اليوم نسمع فيها امرأة اسمها جودة قالت راهو قالوا لي كيلو الفلفل مش يولي ب 1600 وكذلك كيلو الطماطم، قالها زيت لقفيفه قلت برا نعمل شو كفاية وحتى هو برشا في رمضان. نعم. شتي يشتوا فيها؟ قالت له بقداش الكيلو؟ ب 1500. قال لا ماذا 4500. قالت له هاو قالوا في وزارة التجارة. والطماطم قداش؟ الطماطم زاده 5000 ولا ب 4000؟ هي كيفاش؟ قال لها برا وزارة التجارة شري من عندها. والبنان ب 5000، البنان المصري اي 5000 موجود مازال ما توجدش حتى يجي من مصر. دكتور مرزوقي انا قايم نتاع 45 مجلس العربي، قايم نتاع 45 قاضي، يقول متهمين بمعارضة السلطة السياسية في قمع السياسيين، رأيك في موقفك من الخطوة هذه دكتور؟ خطوة ضرورية لأن عملوها السوريين المعارضين عملوها وشدوا واحد سوري في فرنسا، وعملوها ضد بينوشي وشدوه بينوشي في إسبانيا، وفنزويلا نفس الشيء عملت التجأت للمحاكم اللي عندها إكسترا تيرورياليتي يعني تنجم تحكم على قضايا التعذيب بالناس خارج بلادها، لأن هذه الجرائم لا تمحى لا بالتقادم ولا بالنسيان. فأنا نعتقد اللي كثيرة من المحاكم في البلدان الأوروبية مش تبدأ تتحرك باش هذوما على الأقل ما ينجموش يتحركوا القضاة هذوما، لأن فعلا نجي مش دعوة تدخل في الشؤون الداخلية دكتور، هذا يتطبق المراسيم
تجي تطبق المراسيم وتطبق التعليمات، كيفاش هذا؟ هذه قضاء؟ تدويل القضايا. المسألة على قضاء بلاده، قال هل القضاء مستقل سليم؟ قالوا له نعم سير وينستون. قال إذا ندخل الحرب. القلوب المطمئنة للعدالة هي التي تطمئن للدولة، تعطي ثقة في قرار حاكم، في قرار قاضي، في قرار حاكم تحقيق، في قرار نيابة عامة وغرفة اتهام. أما تجي الكل تعلن أنهم هما يعني يلزم، قال اللي يدافع عليهم هذوما ولا يبراهم هو شريكهم، إذا كانوا محامي يدافع عليهم نعم. ولي شريكهم، وإذا كان قاضي ويبراهم ما عندوش حجج ولي شريكهم. كيفاش تحب هذا يمشي يا حسين؟ رانا وصلنا لدرجة عمرها ما وصلتها لا تونس لا أي بلاد تيفنا، ما فماش غير مسبوقة. دكتور أنت على المباشر الآن لو تعطى، نعطيك ورقة وسطيل قلم نعم وجدول، نقولك هذه الخانة نتاع إنجازات السعيد، وهذه خانة نتاع الأشياء اللي وعد بها وما أنجزهاش، كيفاش تعمر هالجدول نتاعك؟ مش نمد لك الجدول نرجع لك الوريقة بعد تفكير قصير. نشوف اللي الإنجازات، الواد اللي فيه إنجازات فارغ ما لقيتش، وإذا كان غلطي يفيدوني. فما برشا زقاف ها هم اللي قام مع أمير قطر ووعدوا باش يرجعوا كل اسمه هو القطري التونسي، تونس القطري. يا رجل تتكلم فارغ انت، شنو وعدوا باش يوعدوا؟ نجم يستقبل صاحب السمو أمير قطر أيا كان وتحدث معه أيا كان. أنت يا قيس أبدأ رجع مكتب الجزيرة اللي حتى إسرائيل ما نجمتش تسكره، لأن الجزيرة احترافية وتعطي الكلمة للي معاه وللي ضد والتوى والغدوة. سكرته وطردت لطفي الحاجي وصدرت التجهيزات متاعه. كيفاش هذا؟ تبقى كل منطقي مع نفسك، كل منطقي، مش تمشي تتجاهل الناس. أبدا بحركة طيبة عادلة أمينة دل على دولة فكر. لعل تكون خطوة دكتور باش يعاود تمويل، يجد تمويل للمدينة الصحية موعودة بتاع القروان اللي دار ما جاش تمويل، لعل قطر تعاود موله كابن القيروان. نتمنى القيروان هي أول مدينة في نقول في العالم اللي كان فيها كلية الطب وكلية صيدلة وبيت الحكمة والطبيب ابن الجزار والمدارس الطبية اللي موجودة في القروان، كان فيها حتى عمليات على الجمجمة جراحية. نعم. وما فيهاش توا كلية طب ولا مدينة طبية ولا حتى مستشفى جامعي من العار. بنو حيط وما زالوا ربما دكتور. نعم. عندهم 6 شهور 7 شهور بنو أكل حائط. وربما العام الجاي يزيدوا شي يبنوا. الباب. إما ذاك اللي دخلنا في كوكا كأنه الكاميرا خفية يا رجل، يعني في تونس نعيشه في الكاميرا خفية ولا تمر مع الشد ولا تضحك، هي في الواقع تبكي أما الواحد هانو يضحك وبر. يعني ما عندوش إنجازات صحيح، يعني مش من الجحاف أنا أقول ما عندوش إنجازات في 4 سنين، 5 سنين وقريب يكملهم 5 سنين. أو أني أنت يا حسين تتبع معايا، أنا شوف يعين في وزير ونحفي وزير، يعين وزير ونحفي وزير، هذه مش إنجازات، هذا هزان وسبطان، تضيع وقت، تحميل الوزراء ما لا يحتملون، مش إنجازات. إنجازات وقتاش تجيب المستثمر، وقتاش تبدل القوانين. المجلة الجزائية بتاعنا من عام 1913 فضيحة، قانون الصرف من عام 1945، القوانين بتاعنا تخدم في الاستعمار التو، كما كانت تقبل تعملت في وقت الاستعمار ما جددهاش القوانين هذيك. لا جديد، اسمع يا دكتور، لا جديد هذا العشريه السابقه ولا سعيد، هذيك مشكله الكل باش من اي لا لا صحيح، هذيك العشريه فيها كثيرا من التخبط. العشريه وهو 5 سنوات ما جددهاش. اي انت مسكت الدوله الكل، قلت انا الدوله كما قال لويكاتور لتاسموا، اي ورينا كيفاش انت تكون الإنجازات هذه كلها البيبان مش تحلها والمستثمرين مش تجيبهم والمعيشة مش توفرها من غدوة، من غدوة من نهار 4 ولا 5 رمضان
تصبح البلاد مليانة بالخضرة وبالغلة وبالخبز وبالزيت وبالسكر وبالقهوة. هم ثم شيء. خمس سنوات تصور فيها سنوات فشل، خمس سنوات تاع سعيد هذوما. فشل ذريع، فشل تام كامل، خطر فشل اللي سبقه والله فشل فيه وعلي، فشل فيه من هو على فكرة أكثر أنا. مسؤول شد الرئاسة. إيه صحيح في الزمن، في الزمن وبالسلطات، نحكوا حتى على السلطات. كيف كيف نعم كيف كيف، مع الأسف هذا اللي وقع. حكم مطلق ربما حتى سابقيه لم يحظوا به. نعم. كلمة أخيرة دكتور حتى نختم هذه المسامرة. ولو أفضل إذا ممكنك الصيحة حتى قبل أن أعطي الكلمة الختامية للدكتور أحمد الخديدي من فلسطين، من نابلس، المرأة من نابلس، تعطينا رسالة حتى تصحو إذا بقي الضمائر. نسمعه يلا. يما الله معك حبيبي، اللي الله معه ما تخاف عليه يما. أسير محمد إياد وأسيري عبد الله وشهيدي إبراهيم الله يرضى عليه الحمد لله، وكلهم أبنائي الحمد لله، وفداء لمسرى رسول الله، وفداء لمسرى رسول الله. الله معك يا أسد، أولادكم لله كلكم يما الحمد لله. إجا بدأ يفجر باب البيت. طبعا أنا كل مرة بيفوتوا لما اعتقلوا محمد إياد، وقبل هالمرة برضو لما اعتقلوا أكثر من مرة اعتقلها محمد إياد الله يفك بالعزة قيده وقيد كل أسرانا يا رب يا الله، يعني بيفجروا الباب عندي. فهاي المرة برضو يعني إحنا حذرنا قلنا رايحين يفجروا الباب، فأخذنا احتياطنا ففتحنا لهم الباب مباشرة، ما خليناهوش يفجروا الباب. ففاتوا ابن بنتي نايم عندي ابن بنتي هون، فإجوا وقفوا قدامه وصاروا يضووا عليه، فأنا حملته. هذه من نابلس دكتور. نعم من نابلس. شوف الحرائر كيفاش صامدة. أنا كلمة أخيرة لو تسمح لي يا حسين. مازال كلمة أخيرة باش نعطيك فيديو آخر تتعلق عليه. مازال كلمة أخيرة. دكتور. نعم. لك التعليق وثم قلت لك فيديو آخر حتى نختم به، مازال فيديو آخر. حميت باش تعدي الفيديو ونعلق على الاثنين. طيب يلا إذا جاهز. محامي معروف أستاذ مناصر لسعيد، ربما يكون كلام من عندك أنت، كنت واضح ضد سعيد وبعض معارضي سعيد، لكن في الأيام الأخيرة ثم مناصرين سعيد وكأن بدل اللغة. نسمعهم بعض الأستاذ المحامي هذه. منين ردوها؟ منين ردوها؟ ردوها من الفساد متاع المنظومات السابقة، ولا الفساد متاع ما بعد منظومة 25 جويلية؟ هتراو الفساد عملوا قاعد يزيد ويقدم ويستفحل. نسمع خطاب الرئيس على محاربة الفساد وعلى إصراره على هذه المسألة، لكن زاد نقولوا له راه عندك تعيينات للأسف فاسدة برشا، عاملين بعمالهم، منكلين بالناس، منكلين بالمواطنين، وفاسدين برشا، ولا كفاءة ولا إنجازات ولا خبرة ولا وهرة ولا يمثلوا الدولة ولا يشرفوا الدولة. وزيد من فوق المواطنين يجيك يقولك، حتى من الموظفين في بعض الولايات يقولك راهو الوالي يجي مثمول الصباح حاشا الشرفاء والنزهاء، راهو يبيت يسكر، اللي يسكر في السواني واللي يسكر في مطاعم السمك، هاهي الكرش وليت أميلة، والرشاوي مبالغ كبيرة برشا يطلبوا فيها. أستاذ القديدي، هذه أستاذة وفاء الشاذلي مناصرة سعيد، هي في الأمانة قبل في الحملة الانتخابية ما كانش مناصرة سعيد، كانت مناصرة وزير الدفاع، وفي الحملة الانتخابية في الدورة الثانية عملت صيحة ونداء أنقذوا تونس حتى لا يفوز بها سعيد، دارت الدولاب ولت هي مناصرة سعيد. لكن تجي الآن بعد أربع سنوات وصيحة فزاعة تقولك على الولاد وفساد، لا تعكس خيبة أنصار سعيد ولا خيبة الشعب كامل. هي الظاهرة هذه يا حسين مش فيها كان وفاء الشاذلي،
كثيرا من الوجوه اللي عرفناهم، كثيرا من الصفحات اللي كانت تخدم فيه، كثيرا من اللوبيات اللي كانت معولة عليه، كلهم دور وجوه كما قالت المقالة على بودربالة، أداروا ظهورهم. نعم. أداروا ظهورهم، هي كلمة فرنسوية ترجموها لتنباية تورني لو دو، هما أداروا ظهورهم لقيس سعيد ومشروعه، وعرفوا اللي هذا مش ممكن يتواصل موضوعيا وأريتمتيك، موضوعيا وأريتمتيك كما يقول أفلاطون. ما فماش، ما يوصلش ضد سنن الحياة وضد سنن الكون وضد مصالح الشعب، يستحيل باش يتواصل. ولذا برشا نجزوا من البط اللي قاعد يغرق، نجزوا يجيوا. فما اللي جاء في فليكة أخرى محطوطة بحذك الباتو تاع قيس، وفما اللي حتى يترمى في البحر يعوم، يقول لك خير من اللي نغرق معاه. رجل بيده قاعد ينقب في في الفلوكة اللي هو فيها، وفيها الشعب مع الأسف قابض من المركب الغارق. يعني تقول هكذا تصور الآن قاعد يوقع في الشك، هو غرقها، هو قبل، هو قبل المركب اللي هو راكب فيه، ويقص في الغصن اللي هو جالس عليه. الشعب هو اللي يدفع الفاتورة في الأخير، الشعب الزوالي اللي معاش يوصل يعيش، معاش يوصل يعيش بالحجة وبالأرقام. نسبة الفقر زادت، ونسبة الجوع زادت، ونسبة البطالة زادت، ونسبة التدين زادت، ونسبة التضخم زادت. هذه الواقع، الواقع بالأرقام، مش بالمعارضة السياسية الكلام. ينجموا يتهمون الناس يقولوا أنتم ديولوجيين، لا لا لا، إحنا نفكروا بالاقتصاد ونفكروا بالنتائج. نعم. والسياسي، السياسي كما يقول دوغول أو بريداسيون دو ريزولتا، يجب أن يحاسب الناس بالنتائج، ما عنده حتى نتيجة يحاسب بها الشعب. هذا رأيي. شكرا جزيلا دكتور أحمد الخديدي، سفير السابق وكادر الصحفي، تقبل الله صيامكم وقيامكم. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم دائما بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في نفس توقيت العادي خارج رمضان. في أمان الله.